ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسعادة، ويكون العيد كان جميل عليكم. النهاردة هنعمل مع بعض الجيلي بالفراولة. طبعا انا على العبوة الواحدة بضيف 2 كوباية مية، مية واحدة باردة واحدة عادية من الحنفية. تمام، انا دلوقتي ضفت الثلاثة العاديين اللي من الحنفية، يعني مش شرط يكونوا باردين، والافضل طبعا ان هما ما يكونوش باردين لان هما هيغلوا على النار، محتاجاهم يكونوا سخنين جدا. تمام، طبعا هستخدم 3 عبوات زي ما انتم شايفين كده، بفتحهم والميه سايباها تغلي وكده. ما تبدأ تغلي بالشكل ده هنزل بال3 كوبايات التانيين الميه من التلاجة. تمام، وبعد كده هضيف بقى الجلي كله وأقلب تقليبة وأسيبه بقى يغلي كويس جدا، وأول ما يبدأ يغلي كويس جدا هقفل النار عليه. هنا أنا ضفت السكر بعد ما غلي كويس جدا وقفلت النار عليه وسبته يبرد شوية عشان السكر ما يكرملش. بضيف على العلبة الواحدة جيلي 2 معلقة كبيرة سكر. طبعا بقلب اهو، وهبدأ ان انا بقى ايه اجهز الكاسات عشان خاطر اضيف فيها بقى اي فاكهة عندك. يعني انا مثلا هضيف تفاح النهاردة، تفاح اخضر، ممكن تضيفي موز، اي حاجة انت حباها. يعني انا بقى هصب الكاسات تمام على التفاح واحطه في التلاجة بقى يبرد، بياخد حوالي 4 ساعات على حسب طبعا تبريد التلاجة بتاعتك. بعد ما دخلته التلاجة وبرد، وبجد كان طعمه جميل جدا، وبألف هنا وشفا. ما تنسوش دعم القناة بالسبسكرايب ولايك للفيديو، واشوفكم في فيديو جاي جديد على خير. سلام.